لو ما عرفش يغني ده قيدوه واحبسوه مش عارف ايه. انت قرب قرب الميكروفون يلا تعالى كده. ده غير موضوع خمس دقائق خلي اشرح لك فكرة مؤسسة ريال. لا عايزين نغني عايزين نغني حد يعرف يغني يقول شعر يعمل أي حاجة الكردي وانا شعر أي حاجة مش ده فيروز بالفارس بتاعك غني الجلسة اللي فاتت كانت مهمة جدا عشان نعرف بعض التحديات، يعني طلعنا منها حوالي 14 تحدي. الجلسة دي نحاول لبعض التحديات لعمل مشترك. لأن احنا قلنا في اسم الورشة لو تبادل الخبرات لبناء الشراكات. فاحنا عايزين نشوف أول تحديين أو ثلاثة، احنا كتبناهم تقريبا التحديات اللي أنتوا قلتوا عليهم بس كأولوية. وجدنا ان في هذا حرف حاجه كاولويه ان في اللي هو التنسيق اولويه ثانيه اخي الثالث اولويات عندك ايه يا الثالث اولويات عندك ايه تنسيق ضعف موارد منظمات المجتمع المدني اللي هو زي اللي هي اتكلمت عليه الاخت من برزاني والتحدي الثالث الاهم هو غياب المجالس التنسيقيه. انا عندي فعلا يعني معذره الباء مش هتخرجوا من هنا الا لما اتفقوا على حاجه وانا هقلع الجاكيت بقى وليت فل ليتكم ايه؟ فل دي مساهمه دي في حاجه غلط حصلت؟ هتزعلي؟ اكيد لا مش انت بتاعت الصبح في واحده ثانيه الحقوها رجاله حد زعلها حد زعلها يا اختي بقى حد جاب لها خبر مش حلو ها قالك ايوه كده اضحك يا اخي تحدي انك تضحك لقد فزت عليك. طيب التنسيق والانقسام المجتمعي والموارد الماليه انا هبدا في التنسيق ليه؟ يمكن قد يكون من خبرتنا الخارجيه يعني مسافرت كتير برا انه ارى ان هو قد يحل بعض المشاكل الاخرى ان لم يكن هيحل اغلبها الكوردينيشن اند كوميونيكيشن. احنا كمؤسسات مجتمع مدني محليه وطنيه زي ما قلت قبل كده واجب وفرض وفريضه أن نصل وستكون كبيرة نعاقب عليها إن لم نصل كالخمر والزنا والقتل والسرقة وأسوأ لأن الخمر قد يضرني أنا شخصيا الزنا قد يضرني أنا شخصيا السرقة قد تضر إيه اللي أنا سرقت منه أما عدم التنسيق يضر المجتمع دي الخطورة عدم التنسيق يضر المجتمع بأكمله ويؤدي إلى الانقسامات اللي بتتكلم عنها الأخت ويؤدي للضعف الإيه؟ المادي للجمعية. فأنا هبدأ بالتنسيق عشان نخرج بتصور نعمل إيه؟ إحنا بنواجه قضية الإرهاب بكل أنواعه دون الدخول في التفاصيل.
احنا بنواجه قضيه الانقسامات التي لم ترد على العراق الا حديثا. عشنا مع بعض مئات السنين او القرون. اللي طلعنا في الاخر ده العفريت اللي طلع ده، والعفريت ده كل شويه بيكبر بيكبر بيكبر، واحنا كلنا طول عمرنا متجوزين من بعض وبناكل من بعض وبنتاكل مع بعض وكله وكله. ايه اللي طلع ده؟ لا وجود من القيم ولا الثقافه ولا التاريخ ولا الحضارات اللي عملتها العراق العمار في كل مكان من اماكن الوطن اللي احنا بنتكلم عنه. والعفريت اللي طلعنا ده عايزين ندخله ايه؟ ازازه مره ثانيه. وضعف المرض الماديه والمشيه هيخش في وجهه. يعني ايه تنسيق يا جماعه؟ كلمه تنسيق يعني ايه؟ بمنتهى البساطه كده، اللي هيجاوب هنديله الشهاده. كلمه تنسيق معناها ايه؟ توحيد الجهود. المحاوله توحيد الجهود، اتفضل. محاوله توحيد الاهداف. الاهداف، توحيد الاهداف. تكامل، تبادل الخبرات، تعاون، ترتيب اوضاعنا، عدم هدر الاموال والجهد، معرفة الانشطة المتنوعة، علاقات، تواصل. شفتوا قد ايه انتوا اتكلمتوا عن كلام ما بنتكلمش عنه واحنا بنوزع السلة الغذائية، ما بنتكلمش عنه واحنا بنكفوا الايتام، ما نتكلمش عنه على نوزع مضاحي رمضان وكذا 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 وكذا. ما نتكلمش عنه وإحنا كلنا بنوزع في نفس المخيم. المخيم اللي جنبه ما نوزعش فيه. أو أهل البلد ما فيهاش حاجة. شفتوا؟ أنتوا اللي قلتوا مش أنا اللي قلت. اللي ما ينفعش غير كده باراشوت. باراشوت يعني بيقفز من الطيارة بيسموها بلغة عربية. بالمظلة. وأقفز عليكم قفزة ما ينفعش. لابد تطلع النبته محليه من هنا. لو طلعت من بره هتموت، لكن لو طلعت هنا هتكون مجدره جدرها ضربه في التاريخ، متصله بالتاريخ، متصله بالثقافه، متصله بالقيمه، متصله بالحضاره، متصله بالقيم، متصله بالدين، متصله بكل شيء. التنوعات الثقافيه والعرقيه اللي موجوده في بلدنا. انا بيت عليك خلاص؟ هتجيب لي حاجه من الباسبور بكره انت؟ طيب الحكومه، لا الحكومه خلاص بقى دورها لا ما هتيجي ما تخافش. فلذلك كيف ننسق؟ اتفقنا ان احنا نعمل شبكه للتنسيق. كيف ننسق كفكره؟ بنتكلم على فكره قبل ان نحولها لعمل ونحلبس فيها بعض الناس اللي ايه؟ اللي حاططهم في مخ. ما تبصليش البصري احسن عن البصري. ها اذا اتفقنا على ان التنسيق بيعمل الحاجات دي كلها، كيف نصنع آلية للتنسيق؟ اتفضل. يعني اتفاق على مؤتمر تاسيس الابتداء. ادي حاجه بتكتبوا يا شباب. هي مصطفى، هي فيروز. فيروز انا هو اللي متغنى. يا فيروز شفت بقى الحته البقه بتاعتك. وانت يا مصطفى، يا مصطفى انا بحبك يا مصطفى. 7 سنين في العطارين وانت حبيبي يا مصطفى. اسمك ايه؟ مش نافع. يعني خليني اقول له ايه؟ يا ارشد يا ارشد حبيبي يا ارشد. قلنا لك اسمر اسمر طيب ماله، لما سماره نص جماله. ما دام بحبه. ايه؟ عارف ايه؟ تم الامر على الباب. فيروز تم الامر على الباب. نور اناديله. يما ارد الباب. ولا اناديله اناديله. انا بغني بقى لا من شكل ما توقفنيش. انت فايز احمد مش فايز. لا لا فايز عبد. خلاص يبقى احنا حسينا ان التنسيق بيعمل النقاط اللي هم قالوها كلها. التنسيق يؤدي الى التكامل، عدم الانهدار، على كذا. الحاجات دي كلها اتقالت قبل كده، لو عايز اقولها مره ثانيه عشان يكتبوها. تطوير تواصل خلاص تحقيق الاهداف.
عمل منظم. عمل منظم. معرفة المشاريع. توزيع الأدوار. كل ده تبادل خبرات. كل ده تكتبوه. احنا نبي نصر عشان دي حتكون دماغ الشباب. شوفوا يا شباب. ده انت قلتوه ده. هل هو صعب الآن؟ بس صعب الآن. زبط بقى أقلع جاكتة وبخليك أزرق. عشان عورتي ما بقاش. يبقى التنسيق ده هيؤدي إلى الأهداف دي كلها. لو كان هو فرض علينا كلنا يبقى لابد ان نقوم به. وقبل ان نقوم به لابد ان نؤمن به. كيف ننصر؟ تفضل. انت قلت ايه مؤتمر تاسيسي ده عمل ارتفاع على اللقاء مش مؤتمر يعني على اللقاء. تفضل. كيف ننصر؟ تفضل. جمع التخصصات. جمع التخصصات. أنا عندك إيه لو المؤسسات على النص كل واحد يقعد إيه تعرف بنفسها في ورقة. يعني التخصصات كل التخصصات مثلاً في الإغاثة تجمع واحد في التنمية. يعني كل مجلس تنسيق للأعمال المختلفة الإغاثة التنمية التعليم إلى آخره إلى آخره. طبعاً. تفضل كيف ننصر؟ تفضل. يمكن استغلال مجموعة فيسبوك أو مجموعة واتساب يعني. التكنولوجيا استغلال التكنولوجيا الحديثة نمرة واحد دي وسيلة. تنفيذ مشاريع مشتركة. تنفيذ النتيجة تنفيذ مشاريع مشتركة كويس. ها؟ عمل لقاءات دولية تفضل. وضع لائحة. أمال يعني قلت إيه الكلمة بتاعت من شوية. لقاءات دولية. ها؟ ها؟ التدريب ده من خلال التنسيق. بيجي بالكاتب. ها؟ كيف النص؟ كيف يتم اختيار الرئيس؟ كيف يتم مختار رئيس الجلسة؟ صح مهم. تبادل النشرات التعريفية. تفضل. تفضل. معرفة التنسيقيات اللي موجودة. مش في تنسيقيات؟ ممكن ما نحتاجش للتنسيق لأن في 50 تنسيقية. يبقى نخش في واحدة فيهم. أو نخش في اثنين فيهم. ها؟ معرفة التنسيقيات. أيوه حتى حد رفع إيده. تفضل. إعانة جهة رسمية داخل المنطقة، يعني رسمية يعني جهة حكومية عندها سلطة حتى شنو تقرب الاستعانة بجهة حكومية، طيب، والحكومة قالت لكم أنا عندي، الحكومة قالت من شوية إحنا بنرحب بإنكم تسجلوا شبكة. خلاص بقى أكثر من كده ما بتسجلوش ليه؟ مش إحنا قبل كده الحكومة قالت أنتوا مش عارفين القوانين بتاع الجمعية، عارفينها وأنتوا قلتوا مش عارفينها. واحد مش عارفين حقوقنا. لو كانت الحكومة بتقول اعملوا شبكة وهنساعدكم وهنسهل لكم ما نعملش ليه؟ لأن احنا كلنا بنشتغل عشان وطننا. صح؟ وده في ترحيل. لأن ده هيشيل عبء كبير جدا عن الحكومة. هيكون الصوت المدني للحكومة السياسية. اتفضل. وأخذ صورة من الحضور. بدل مع الحضور. وأرسال إيميل. هناخد صورة مع بعض جماعية بعد كده ما تخافش، أنا قعدك على المنصة وأنت الرئيس. اللي هو قصدك الإيميلات. تبادل اللي هو تبادل اللي هو الإيميلات أو البيزنس كارد، مع أنت معاكم مين اللي أخذ الأخت اللي بره توزع كل الإيميلات عليه. توزيع اللي هو ده أساس الموضوع التوزيع، ممكن تعمل جروب زي ما أنت قلت إيميل جروب. مجموعة الإيميل التواصل الإلكتروني. مجموعة سكايب هكذا. تفضل. هي ملاحظة. تفضل. من بداية التدريب مع الخضار المنطقة ما كان في تعارض. التعارض اللي صار بيناتنا من خلال التعارض في نفسه ومنظمة. ساعة كم دلوقتي؟ 40 دقيقة. طيب بسرعة كل 31 ثانية ونبدأ من النقطة هنا. نبدأ التنسيق. ده سبب التعارض كده بقى نظر السماء السلام كلام الانتقال الجواز قبلة لا ما هوش قبلة حتى قبلة ده القبلة دي عندك انت رجع قدامك ايه من بغداد عايز قبلة تفضل من انت؟ كافكا منين؟ قسم الارماليه في الاسلام الكبير
سجا صباح عوني سينيور فاينانس اوفيسر اسلامي بريليو. السلام عليكم، محمد جواد منصور سينيور فاينانس اوفيسر اسلامي بريليو من اليمن، طالب من 16 اكتوبر. فقد من لجميع الأفكار بيجين محمد بروجكت مانجر فروم هاري كار جروب. نو فروم اسمه هاري كار انجل. هاري كار نرجس اسيستنت بروجكت مانجر فور بي 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 ان هاري كار بي بي فور بوينت فروم شريف بدري جات من سنة. عمار الحطاب من غات من سنة. أبدر المغير المحقق قضائي من نظمة المحقق بسيادة القانون. محمد عباس فايند اورجنايزيشن من الأفكار السابقة. محمد الناصر فايند اورجنايزيشن. فايند يعني بالعرب؟ يعني وجدتها هي الاختصاص المنظمة التشغيل وتدريب وتطوير. لا ما لا على قبل غيرها مع الأسف بس عادة أنا ما أظن يعني التفاهم يعني. هفال إغاثة إسلامية مسؤول المكتب في دهوك. عشان غزل إغاثة إسلامية. إدريس سبلاي تشين مانجر في يو آي. First emergency international. سمية غانم سهرة الحرباء التنمية والإرادة. عثمان محمود مؤسس سهرة الحرباء التنمية والإرادة. منال فيروز نظرة الباو. منظمة البنيان نبيه عليه الصلاة. نعمان منظمة الحياة كندا. أي جامعة بغداد. طه الراوي رئيس الجمعية الشمس مرأة وأيتام عضو مجلس محافظة أردن. مصطفى عبد الكريم منظمة ريادة لبناء القدرات قسم العلاقات. معاذ الجبوري مدير منظمة ريادة لبناء القدرات. أرشد حمد منظمة ريادة لبناء القدرات. أكرم صادق لغاية الإسلامية العراق. محمد حسام جودي. أخذ الدين حمزة جودي. حسين علي جودي. ألا عمر محمد منظمة السراج للتوعية الثقافية والاجتماعية. همام الجلبي منظمة السراج علاقات عامة. سازان عثمان HR Officer PUI. ساب آسو مؤسسة البارزين الخيرية Project Coordinator. ربحة يوسف أدنى أوفيسر منظمة AMR. دنا قاسم بحث اجتماعي منظمة دراسات ومعلومات جندرية. Very good. ريحان عمر بحث اجتماعي. ريحان عمر بحث اجتماعي منظمة دراسات ومعلومات جندرية. شكرا. محمد بروجكت كوردينيتور إسلامي كارليف كابوك أوفيس. سيرفس تحمام مكتب تطوير إدارة إسلامية. إسماعيل إبراهيم درايفر في الإسلامي بيريو. أوكي شكرا. يبقى احنا دلوقتي بنتكلم على التنسيق، ليه بننسق ولا ليه بننسق؟ ازاي بننسق؟ قلنا عن طريق الايميل جروب، عن طريق الواتساب جروب، عن طريق اي صيغه من صيغ التواصل، عن طريق اللقاء الشهري، نعمل لقاء شهري، عن طريق لقاء بين جمعيه وجمعيه، في عمل مشروع مشترك، عن طريق اشياء زي كده، كيف ننسق؟ ها؟ هل احنا محتاجين ان احنا نعمل هيكل للتنسيق؟ احنا محتاجين اقولها ثاني وثالث عشان لو رفعنا ايدنا وقلنا اه يبقى ينتلناش. اوضحها لنا. احنا محتاجين نعمل هيكل او اليه للتنسيق. فكروا كده من 30 ثانيه واللي يوافق يرفع ايده واللي ما يوافقش ما يرفعش ايده.
هل احنا محتاجين نعمل هيكل او اليه للتنسيق؟ فكروا 30 ثانيه 30 ثانيه 30 ثانيه ما احنا ايش 30 ثانيه لو نقول اه ولا لا. هل احنا محتاجين نعمل اليه او هيئه للتنسيق؟ الموافق يرفع ايده. واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه عشره 11 12 13 14 15 16 17 18 18 من حوالي الغالبية. طيب لو احنا متفقين ان نعمل آلية تنسيق، ايه هي شكل الآلية دي؟ ما هي شكل آلية التنسيق؟ وكل واحد فينا يدلي بدلوي، لان هي مش فرض عين عليكم، وده انها فرض عين، لكن مش إذا مش عارف تنسق ما تنسقوش، بس في رأيي أنا الفرق عين. كيف تكون الآلية؟ شكل الآلية؟ تفضل. عمل انتقاد دولي مناسبة تحديات المباراة. عمل أول حاجة من الآليات عمل لقاء دولي. دولي. عمل هيكل. عمل لقاء دولي. تفضل. مستفيدين واسماءهم بقوائم هيكون هنالك يعتبر تنسيق قوي جدا. بالضبط. فهذه الاشياء اللي حبيت اطرحها. طيب. من الاليات ايضا استعانه بالجهات الاداريه الموجوده. مثل ما كانت الحكومه موجوده كان في اضاحات. كانت اخرى. نعم. معرفه كانت الحكومه وتنسيقيات اخرى. بالضبط. رفع ايدك انت. قبل تحديد الآلية يحتاج نحدد الاحتياجات والأهداف على أساس تتم التنسيقات. احنا تقريبا اتفقنا ان 12 نقطة للألف الأول دول هو التكامل والتوافق التالي اللي حتصير من الأهداف. بالك ها تفضلي. أنت من أي ميو؟ منين أنت؟ دراسة جندرية. دراسة جندرية يعني؟ طيب. جندرية يعني هوية اجتماعية. عن طريق الاجتماعات الدورية وتكون بالبداية يعني فترات متقاربة، كمان نقدر نكون متواصلين مشان ننسق على مواقع التواصل الاجتماعي. لازم تكون يعني بالتنسيق موجودة كل المؤسسات اللي تعمل بمجالات مختلفة، يعني كل مؤسسة لها مجال لها هوية، فلازم الكل يكون موجود عمود انه الكل يستفيد من بعضه.
يعني تستحسن انها لا تقصي اي مؤسسه تطلعوا الجميع تكون جميع الموجودين كل الجميع موجودين بهويات مختلفه ونجلس مع بعض الله يعني طيب كيف ننسق في 50 طريقه للتنسيق اذا احنا اتفقنا يا اخواننا على التنسيق بس عايز اتكلم ده صراحه ده طريق بيبني الدول وبيبني حضارات وبيبني حاجات كثيره جدا جدا يبقى لابد نضحي من اجله بالوقت المؤسسه وجهد المؤسسه وحتى مال المؤسسه اقول لكم ليه احنا اتفقنا نعمل شبكه مثلا ونعمل اجتماعات مثلا كلام حلو احنا قلناه ده وبعدين نجمع المعلومات مثلا ونصنف المعلومات مثلا ونوجه الناس مثلا يا جاي يا بخت يا سيدي كان خلاص مثلا انا الجاري مثلا انا ساعات بقول ان عندي عربيه بحمار عايز اشتريها برسيم حمار موجود والعربيه موجوده ادونا البرسيم بتضحك انت على ايه؟ عارف مين هو الحمار؟ عارفاه؟ دي عرفة الحمار الحمار ده سر ما حدش عارفه الا انت فكده بقول انا بحب الحمار الصبحيه دكتور عارف القصه مع الحمار عمل ويا ام كلثوم اذا تعرف بيه بعدين خلينا نحل بيها في الاخر. اصل لازم يكون حمار واحد في الغرفه. فانت ايه خلي حمار واحد يتكلم. عرفت مين حمار؟ مكسوفين ليه على قيمة ما تكسفوش؟ راح فين الست الكبيره دي؟ المهم كل شيء مثلا ده بيتكلم. خلاص رجاله يا بنات؟ يعني لو حبينا نجيب كوردينيتور هندفع له مرتب في الشهر كلنا هنشترك في ايه؟ في مرتبه لو حبينا نعمل شبكه هنعملها اشتراك صح؟ وكلنا ندفع الاشتراك لو حبينا نشارك المعلومه قد تكون انت بتعملي مشروع في مدينه معينه او في حي معين وانا عايز اعمل مشروع ممكن اديك المال اللي عندي تنفذ المشروع يبقى احنا الاثنين نصحنا مع بعض مثلا فده الحته اللي فيها كوميتمنت التزام اصبحت المؤمن حقا يا رسول الله مع حقيقه الايمان كذا 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 عرفتها فالزم لو هنلاقي ان مؤسستك شغاله في حي معين وانا شغال في حي معين وعايز اوصل للحياه بتاعك هديك الفلوس تنفذي بيها واقول لك جزاك الله خير اني وفرت عليا الوقت ده التنسيق تنسيق مش لوجو ورفع علم وكلمه في التلفزيون وقابلت رئيس الوزراء التنسيق انحناءه قيميه لبناء المجتمع تنسيق الجسر الاخرين يعبروا على جسدك من خلالك التنسيق يكون معاناه عشان ابراز دور المجتمع ورفع القمه عن الفقراء والمساكين والنازحين واللاجئين ده التنسيق مش اجتماع وصوره ابدا 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 عارف بقى كم مثلا لو هنعمل اجتماع يبقى كل اجتماع في جمعيه من الجمعيات هم اللي يجيبوا لنا حبة الشاي والقهوة والشوكولاتة والحاجات دي على حسب إمكانياته. لو كان اجتماع دولي كل أسبوع ولا كل أسبوعين إلى آخره. عشان ما تتحملش جمعية ها اللي حب العبء كله ولا تتحمل آخر. مثلا النهارده في الجمعية في المحامية ألف جمعية ب جمعية ج وهكذا الدوريات. عشان الكل يشيل الحمل. الرسول صلى الله عليه وسلم لما حب يحط الحجر الأسعد في 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 في, في الكعبة اختاروه لانه هو اصدق الموجودين في مكه صح ولا انتوا عندكم روايه اخرى؟ اللي عنده روايه اخرى يقابلني برضه ها؟ ولما جاوب عن ذكائه الفطري و والهامه الرباني اداهم من ايه؟ الثوب كلهم شافوا كلهم عرفوا
اول خطوه من خطوات التنسيق والمشاركه المجتمعيه عملها الرسول ها من قبل ان يبعث. راجل عنده مخ فهم المجتمع، فهم دور المرأة والرجل وزعماء القبائل والكذا والعشائر الى 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 كل شغله. كان بعث ساعتها ما كانش بعث، لكن ابن المجتمع كانوا محبوه عمرهم ما خليتهم عنه الا الصادق الامين. الامانه والصدق في القدره قبل ما يبعث. ومن جمال رؤيته للمجتمع اللي هو اتكلم عن حلف الفضول اللي صالح ما بين المتخاصمين في العرب قبائل وتناحر ليه احنا فيه دلوقتي وقتل وكذا 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 لما قعدوا وحلف الفضول ده قبل الاسلام، مش تقول لي مش متخاصمين مش عارف ايه، لا احل او ايه اقر حلف الفضول اقره. ليه؟ لانه حلف لبناء المجتمع ولرفع الامه ووضع الاساسيات الانسانيه لعمل فيه. شوف قد ايه الرسول صلى الله عليه وسلم اقر ما قام به الاخرين اللي هم ما كانوش مسلمين، ولما شارك المجتمع شارك كل طوائف المجتمع في حمل الحجر الاسعد. الله ما نعملش كده ليه؟ يعني عندنا رسول وهكذا. فما برضوش قد ايه الموضوع لما جه الرسول صلى الله عليه وسلم دخل مكه ها بعد ما رجع من الطائف وهو بعد ما ماتت امنا خديجه رضي الله عنها وعليها السلام ووالده عمه سليم عمه ابو طالب كان اسمه عم الحزن او الحزن، فراح للطائف الاولاد سبوه وشتموه وكذا وكذا، فرجع دخل مكه رجاله في جوار مين؟ لا في جوار عمر ولا ابو بكر ولا علي ولا عثمان ولا دخل في جوار مشرك. شوف قد ايه المطعم ابن عدي، شوف رؤيه الرسول صلى الله عليه وسلم لبناء المجتمع وحمايه الدعوه في صدرها الاول مع المطعم ابن عدي. ما كانش مسلم، كان مسلم حتى كده يقول كان مسلم كانش مسلم. طب احنا ليه بنكره الناس اللي مش على ديننا او مش على مذهبنا؟ ايه الخبره اللي احنا عايشين فيها دي؟ اخ ايه ايه بقى؟ مش كده بقول لك؟ ما هو بقول لك ايه؟ لو خليت الحمار يتكلم هيطلع حاجات حلوه. مش كده؟ عجبكم انتوا الحمار ده؟ بس ما تقولوش للتلفزيون مين هو الحمار يعني. شفت الامثله دي؟ مفاصل في بناء الفكر الرسول صلى الله عليه وسلم وانسقاطه على المجتمع من تحت كمان. حجر الاسعد ها؟ اللي هو من جاء من اجره كان المطعم بن عدي. شوف من جمال الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ بعد غزوه بدر المسلمين منتصروا مش عارفين يعملوا ايه في الاسرى، لو كان مطعم بن عدي بيننا حد هيكمل الحديث كان حي كان مات بقى مطعم بن عدي. يعني في سعد بن نصر رضي الله عليه الصلاه والسلام تذكر من اجاره وكان مشركا في سعد الشده. ما نسهوش ابدا. حلف الفضول اقره. شفتوا قد ايه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ احنا مين بقى؟ احنا مين؟ احنا مين؟ احنا بتوع الملايين. بتوع الملايين بقى؟ شفتوا يا شباب؟ فهنخش حته التنسيق، كل واحد فينا هيشارك بالجهد وبالمال بالفكر وبالامكانيات، وكلنا هنبني وطننا الغالي علينا اللي كلنا بنحبه وعايزين نعيش فيه ومش عايزين حد يخش بين صفوفنا علشان يفرق بيننا. شايفين التنسيق شكله ايه؟ بيؤدي لبناء وطن وحضاره وتاريخ وثقافه و... والجلسه دي قد تكون جلسه تاريخيه لكم انتم تستطيعون من خلالها
أن تبنون أفاق المجتمع والوطن مع الحكومة اللي تقول لكم أهلاً وسهلاً نعملوا أي حاجة وأنا سعيد. ولو اتفقنا على هذا الأمر ممكن نعمل أول لقاء. عندنا جمعية هنا في جمعية هيومن أبيل أو دغاسة إسلامية أو جمعية فرزنتي أو أي حد نقعد نفكر مع بعض عشان نحط كل النقط دي ونحط تصور لينا ماذا بعد. قلنا ماذا بعد شيء مهم جدا في فكر بناء أي مجتمع. لا يعمل المؤتمر من أجل المؤتمر أو الإطراء على شخص أو التندب بمقولة أو قراءة كلمة. يعمل المؤتمر كوسيلة لبناء شيء، لبناء منظومة، لبناء آلية، وضع رؤية، تحديد هدف. إذا كنت أنتوا يعني موافق عندي هنا أمل إن هي جات وخرجت لو كنا احنا موافقين على كده اتفقوا مع بعض والله ممكن نعمل لقاء على كوباية شاي في المكان الفلاني وتصدفنا الجمعية الفلانية وكلكم اغلبكم من الاربعاء حتى من بغداد ممكن تواصل معاهم. احنا بنقول دلوقتي ممكن تمدي هنا او لا، واحنا لو احنا عملنا لقاء تنسيقي ممكن اي جمعية من الجمعيات تستضيف. لا ممكن تكون دراسة اسلامية تكون يوم الرديف او اي جمعية اخرى عشان الاثنين دول لهم الصفة المحلية فيكونوا ايه اكثر حيادية من جمعيتي انا او انا. فما بينكم لو انت عم حبيت تعملوا لقاء مثلا بعد يومين بعد اسبوع بعد كذا بعد كذا وبعدين بعد كذا دوروا الموضوع كذا حتة تانية. الموضوع اللي كنت انت ايه يعملها ايه لايك مفيش ستاتس شير خلاص اللي هو اليمن ريليف عندكم او عندهم ما عندهم الاثنين ما عندهمش مال. اول باب بتاع حاجي بادي سيدي محمد بغداد اشاد وحط كله على اي واحد منهم ممكن الاسبوع الجاي كده ودوا له الدرس عشان تقعدوا انتوا تحطوا فكركم على ورقه وتكتبوه. اوعى تفتكروا لما هيجي حد من بره هيقول لكم حل سهل. الحل لابد يكون محلي. ممكن يكون في جمعيه فرزاني بعد دعوها بعد كده بس ابداوها ايه بطريقه دي كلها. نبدا بالاغاثه وبعدين نعمل اجتماع تاني عندكم وبعدين كل واحد فيكم ياخد ايه عنده اجتماع لغايه ما تطلعوا تصور تطلعوه للحكومه او تطلعوه لنفسكم. دي اول خطوه ممكن تعملوها بعد ما نلخص النقاط اللي يا مصطفى وفيروز اللي انتوا كتبتوها دي كلها. الناس لما يجوا الاجتماع يكون عندهم 10 11 12 نقطه. في اليات التنسيق اتفقوا على الايسر ايسر. اوعى تفتكروا انك اول يوم هتحل مشاكل الموز كلها او مشاكل كردستان كلها ابدا. ابداوا خطوه تا 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 خطي العتبة تا 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 حبة توتا تكمل حدود عندنا مرة في الجلسات دي هتلاقوا ان العبء كبير واحنا عندنا حماس. لا واحد ونتفق على الايسر خير من نتفرق على الاصعب. كيف كلكم موافقين ولا يعني ايه موافقين نحب الموافقين كده بالمد العراق ده ايه موافقين لا شديها كمان 10 حركات حد راجل كده شدها لنا 10 ايه موافقين صوت تخين ده العراق ايوه اديله ايوه عراقيه هي خلاص النهارده ايه ممكن قبل الخميس او الاسبوع الجاي زي ما انتم عايزين لو كان في وقت الدراسه الاسلاميه الاسبوع اللي بعديه هنا وبعدين تبداوا تدوروا على الجلسه.
تتقابلوا في الاغاثة الاسلامية يوم الخميس، خميس شغالين مش كده؟ كم بتخلص شغلكم من المؤسسات الساعة كم؟ واحدة اثنين ثلاثة؟ يعني طيب بس يوم الاحد القادم بالاغاثه الساعه كم؟ الوقت المناسب. لا عشان بس هم يكونوا خلصوا نص النهار بتاعهم شغل، على الاقل بيروح المكتب بعد العطله على مش قبل الساعه 1 الساعه 2 او حاجه زي كده. يوم الاحد مش عطله. لا ما هم بيرجعوا من العطله من السبت الاحد، يعني الساعه 2 او الساعه 3 في مكتب الاغاثه يوم الايه؟ الاحد القادم. الساعه 2؟ الساعه 2 مناسب ليكم؟ الأجازة. لا لا ما احنا قلنا لا قلنا هو ده بالتواصل الالكتروني. كل موجوده على السكايب. اليوم احنا اخذنا اجازه في الدوام. ممكن اشوف احد السكايب جزء من المتواصل. هو ده مع احد في مصر ولا فين الان؟ الساعة 2 ها؟ ها؟ مفيش مشكلة يعني هو ده كده وده كده اللي ما قدرش يجي يبقى على السكايب. تبقى أنا وجماعة مستحيل يعني يرجعوا مرتين في الأسبوع ويبقوا على السكايب. يبقى يوم الاثنين الساعة 2 والمفروض من الأغاثة الإسلامية تبعت لكم أسماء وإيميلات كل الناس والنقاط اللي كتبتها أختنا فيروز وأخونا مصطفى. ومحضر الجلسة دي عشان أنتوا بتيجوا كل واحد معاه متصور وتتبعت باسم رئيس الجمعية ومدير الجمعية. اتفقنا يا شباب؟ يا ريت تغير منه. ايه؟ يوم الاثنين رايح فين؟ عايز اجي معاك؟ يلا خلاص هروح معاك. هتسافر منين؟ البعثة، منطقة البعثة. بس هتسافر منين؟ يوم الاثنين. هترجع يوم الاثنين؟ نفس اليوم. يوم الثلاثة يا سيدي. يوم الثلاثة؟ صح. الأغنية بتلاقيها زي فين؟ السبت فات والحد فات. السبت أنت موجود؟ السبت فات والحد فات وبعديه يوم الثلاث ما عاد حبيبي ما عاد حبيبي. طيب يوم الثلاث عشان خاطر الساعة 3
صحيح ثلاثة. جبت الدنيا الساعة 2 وزاد الساعة 3. هو عشان الناس تفتكر. مش كده برضك؟ شايف الحمار بيعمل ايه؟ خلاص يا دكتورة المنس والأسماء تبعت لكم كلهم كإيميل لي. ولما وصلت الحاجة دي لرؤساء الجمعية. دي النقطة الأولانية. احنا مش هنتفق على أي شيء أنتوا هتعملوا الأشياء دي معايا. أنا خدمتكم قلت لي في الإيميل بتاعكم وسألت. هقول لكم مرة ثانية فيما بعد. ما دي أول مش فيما بعد عملناها. خلاص؟ شكرا. عندي بقى الطاولة. تعالى أنت جنبي هنا. قربي قربي قربي. مش أنت هتسافر فرسان؟ مش غنى مش غنى انا اللي هغني. المشروع اللي اتكلمت عنه ده بفرق بطل. ممكن تتكلم حتى بالكردي ما فيش مشكله. انا ما عنديش اي مشكله. عبري عنه بالكردي زي ما انت عايز وانا فاهم. اللي هو المصالحه الوطنيه. اتفضلي. بالكردي اي حاجه. اللغه اللي اغلبهم يفهموها. انا ما يهمش افهم. انا عارف الفكره. الفكره كلكم بتفهموا كردي؟ انا عربي. ها؟ وعربي. خلاص قولي بالكرد. كده وكده زي ما انت عايز. بس هي جيه. ابدأ بالكردي وقال دي حتى عارف. شمال. شمال يلا شمال. شمال يمين. انا عايز الخليم هم عارفة. تعملي كده. الأغراض ما بيعملوش كده؟ كوردي. تعالى يا ابني. ده ما بيبقى ميت. أوي شنو كده؟ ده صحيح يا ابني. لبروي أو كساني كمجرم يعني كده سروان ماضي عند التكدار وكثاني عن برد هل أو خلاص
خلقب كروجك لروجان تيراني أواب هل أو خلقب كدور بشتي أواب يوندا كان نزيك أواب كوب من أخوش يا مسلمة يعني الأضرار والانتهاكات اللي حصلت لهم كانت من أقرب الناس إليهم اللي هم جارهم وكذلك القرى القريبة منهم وهذه كانت الصدمة الكبيرة في يعني في رفضهم للعودة مرة أخرى لمساكنهم لأنهم تضرروا من أقرب الناس إليهم. أو بروجي ملاو دستي بكر كما تسوى فيم أو خلق بكر توشين خوي تزارج كأودا نولوشين هذا سبيكا هل أكو إما كبيتك لو بروجاني كل يوهيك ما تشار سيزا كم كمان هي إستار كم بيتار دمين وشتر بيتو كم أكو يدسكا إشراك دكي وإداري دكي بيتك لو أناش كم بيت السنتر مان هي لهم كم بكا كو كم بيت السنتر أنا كار دكا لسا دوبارة درس كردنو إنسان دورات ترفيهي بي دورات موسيقي دورات التنمي هر دورات تشتر بلبو من ضامان لبو أفريقان لبو هم كسكت بيتو ولكن دوبارة خلق ثقة بخلقة دوبارة إيش لسن خوان في الوفير بمكون تعرف شتر بجي يعني الآن هم يعملون في مع 13 كامب و يعني يتم فتح الرابع عشر الآن وهدفهم يعني تحت إشراف المؤسسة البرزانية وهم الآن يعملون على إعادة يعني تنمية البشرية الثقة بالنفس وتوعية الأهالي بعد هذا التضرر يعني نفسيا و فيعملون دورات ترفيه للأطفال يعني إخراجهم من الصدمات التي واجهوها وكذلك توعية الكبار كذلك يعني من خلال التأهيل في العمل ليكون لهم دور يعني ينجزون شيء فتعيد لهم الثقة لأنفسهم حاجات
تكلم عن النقطة اللي حطيتها على التحديات عشان تقنعهم انهم يأخذوها كمحور ومحاور أساسية. نعم أنا قرأت التحدي ضعف الموارد من شيء عايشناه نحن في جودي. انطلقنا من شباب لاجئين وصلوا إلى أقليم كردستان. علينا تحديات نحن ككرد إلى منطقة كردية، حتى اللهجة اللي يتكلمها أهل كردستان تختلف عن لهجتنا ككرد. مجتمع جديد عمليا، صحيح مسلمين أفراد جوار، ولكن في فروقات. حتى النازح وقت ينتقل من محافظة لأخرى بيواجه تحديات. فنحن معاناة لاجئ في الأغلب هي أصعب المعاناة النازح، على الأقل النازح بقي في بلد، بل أما اللاجئ انتقل من بلد إلى بلد آخر. أتينا إلى هنا أردنا أن نساعد بعضنا للتكاثر، دوافعنا إلى التكاثر كثيرة، أهمها بذرة الخير الموجودة في داخل كل إنسان، الدافع الديني، الدافع الإنساني، هذه أمور يعلمها الجميع. بدأنا بجهود فردية عن طريق الأصدقاء الذي كانوا يدرسون معنا في دمشق من أهل كردستان، عن طريق بعض الصداقات التي شكلت في كردستان من خلال العلاقات الشخصية. أنا مدرس في مدرسة، عندي أصدقاء مدرسين من أهل كردستان، أحدثهم عن الفكرة فيتشجعون فيعرفوني إلى أناس آخرين. صديقي مهندس في شركة، مهندس كهرباء نفس الأمر، الآخر طبيب أسنان، الآخر مدرس. هذه بالطريقة عن طريق العلاقات الشخصية وبمساعدة أهل الخير من كردستان. بعدها الحملات الإعلامية التي تمت في كردستان، حملات دعم ومساعدة للاجئين، تم إتاحة بعض الفرص لدعم اللاجئين. على الصعيد الشخصي كأفراد متطوعين كنا نقوم بهذه التجارب، ولكن قلنا فكرنا في تنظيم العمل، فبدأنا باستحصال رخصة قانونية من دائرة المنظمات. بعدها بعد أن حصلنا على رخصة قانونية بدأنا العمل بشكل أكثر تنظيما. طبعا نحن بدأنا من لا شيء، لا تجربة، لا خبرة، جديدون في هذا الميدان. حتى هذه القصة باختصار، في يوم اللاجئ العالمي منظمة جودي شاركت في بعض الأنشطة، عرضناها برزنتيشن على بعنوان قصة نجاح. يعني نحن نفتخر فيها قصة نجاح، مجموعة من الشباب اللاجئ إلى كردستان بدأوا من لا شيء، حصلوا على رخصة قانونية باسم منظمة جودي الإغاثة والتنمية. بعدها بدأوا بجهود فردية إلى جهود فريق عمل جماعية تنظيمية، والآن من 2012 بدأنا، منذ أقل من سنة عندنا مكتب في منطقة هلالا، عندنا مشروعين تعليميين أحدهما بتمويل من مانح هولندي، مركز تعليمي لأطفال لاجئين سوريين ونازحين عراقيين، تعليم غير رسمي، مشروع لمدة سنة وقد مدد بسنة أخرى. مركز آخر بدعم منظمة فرنسية، مركز اجتماعي يقدم هذا المنصة في دارتو، هي مركز لتقديم لإتاحة فرصة للمنظمات الأخرى لتقديم الدعم، والعمل ما يزال مستمر. نفذنا سابقا على مدى 3 سنوات مشروع أيضا تعليم في حالات طوارئ لمدة 3 سنوات. طبعا البداية كيف كانت؟ حقيقة بدأنا من لا شيء، عن طريق العلاقات، التنسيق الذي تحدث الدكتور، تعرفنا إلى منظمة فرنسية، وعلى حوالي 4-5 أشهر كانت في مناقشات عن المعلومات تتعلق باللاجئين. تطور الأمر إلى بروبوزال، كتابة مشروع إلى الاتحاد الأوروبي، والحمد لله تم على مدى 3 سنوات. كل سنة أكثر من 350 طالب في المركز يتعلم بفضل الله تعليم غير رسمي، مع تقديم الدعم الاجتماعي نفسي والدعم الصحي. الفكرة أين؟ التحديد دكتور الحديث عنها، فقط نوه إلى نقطة، لا تستصغر نفسك، أنت قادر، كلنا ذاك الرجل، رجل أو امرأة، كلنا ذاك الشخص، عندنا قوة، هذه القوة ممكن أن نستثمرها. طبعاً بالتأكيد الجهد الفردي لم ولن يكافئ الجهد الجماعي. أنا
أنا لوحدي، ولكن إذا كان معي أخوة أو أخوات فعملي سيكون أكبر، نتيجة العمل ستكون أكبر. فالميدان مفتوح وأستميحكم عذرا للإطالة. شكرا. بس حطيت التجربة دي عشان دي تكون تجربة نجاح ناجح في مجتمع نما في نفوذات محلية. بس عشان التجارب دول قدامنا، تحديات التنسيق، تحديات الأمن والسلم المجتمع كان عندنا من شوية، تحديات اللي هو ازاي نبني مجتمع بدون حلب البصر بدون امكانيات. الفقره اللي جايه دي هي فقره تكريم اللي حضروا اليومين. الاغاثه قالت هنديهم شهادات انهم حضروا، وبعدها بصوره جماعيه الكراسي بتاعت القمه دي للنساء فقط. بالك؟ رقم واحد. صح تغير رايك كل الرجال 10 11 ها تغير رايك قلت الرجال بسبب ان احنا اقليه. لا انت مش اقليه، بعد الرجال على عمرهم ما كانوا اقليه. الثمانية ما انا عارف هيكون في 11 او 12 اخت، يعني في ناس هيقف ورا، ناس الأخوات تعود هنا، ناس هيعودوا على الأرض هنا، مش حد يقف قدام النساء هتقرر. خلاص تاخدوا الشهادات الأول ولا تتسوقوا الأول؟ ناخد الشهادات وبعدين نمشي. خلاص ناخد الشهادات الأول. الشهادة بيد طيب خلاص خلاص صورة مع الشهادة خلاص تبقى ده بس كده. طيب أول اسم يلا نقول أول اسم. أنا حد حد على الأسماء واخدنا أمل ومعنا الدكتور سيد وحمزة. أنت خد الشهادة، خد الشهادة يلا خليك أنت بدون وقفة تحت كده. أريد شو اسمه؟ أول واحد محمد حسن. حسن حسن محمد حسن قطع بالاسم خلاص بقى معلش. حسن محمد حسن دكتور السين واحد يشيل هنا واحد يقرا سمية غانم. طيب مين سمية غانم؟ الثالث حسين علي. الرابعة حنين دزاي. ما موجودة. طب مين يعرف عشان يعطيها الشهادة؟ سازان عثمان. سازان صديقتنا. فاطمة هاشم. ما موجودة دكتور. فاطمة هاشم خلاص هلا مع حنين. رباط فاضل خرج برضك انت شكلك واحد تاني. عدي درويش. عدي درويش انا عم ادريس سيدنا ادريس يلا بالفور. علي الأول وبعدين سعد.
فخر الدين حمزة. انت اللي عامل مشاكل كلها مشحات عشان نعمل موارد. أمام الشلبي ستاب أسو حسان فرقد مهدي معاذ الجبوري لقمان يونس لقمان يونس وضحى يوسف وضحى يوسف نبيه علي حسين بيها علي حسين بعدين نرجس رشيد نرجس عثمان محمد محمود عثمان محمود ماهر نصيب عثمان الأول بعد الماهر جدع عثمان ماهر نصيب وبعدين نسيم أحمد نسيم أرمن نسيم أرمن نسيم أرمن مصطفى الخزرجي مصطفى الخزرجي هو بتاعنا ده اللي عاد مشاكل ده كلها منال عبد العزيز منال قلبي تأسف منال مش فيروز يعني منال عبد العزيز علي منال جوان عبد العزيز عبد الرزاق جوان عبد الرزاق جوان عبد الرزاق جوان عبد الرزاق جوان لؤي نعمان لؤي نعمان لؤي نعمان جد بعدين ريحان محمود محمد ريحان محمد ريحان انزل طب خلاص دي ريحان اهي بعدين رايس رايس تعالي يا اخو ناظم الجدير الجدي الجاري فين هو محمد عباس عارف محمد عباس ايوه مزاحم يونس مزاحم يونس مزاحم يونس سليمان حمزه
سليمان حمزة. سليمان حمزة. سراي البدري. سراي البدري. علاء ولا ألاء؟ عمر؟ علاء. علاء. لا 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 لا. سمي؟ سمي البدر. سمي. عمر. بعدين علاء أيوه. بعدين عمار. عمار بن الدين. عمار. علي بلن. علي بلن. علي بلن. أحمد أشرب. أشرب أحمد. أشرب أحمد. أشرف أحمد. محمد. طب أودر أنور. سيدة دهاء الراوي. دلال الشيخ موس. دلال الشيخ موس. سارة همام شريف. طب يا شباب انا عايزين بعض 10 رجاله يقفوا في الصف ورا الكراسي دي.
عندي لوحده 10 رجاله تبعنا 10 شباب يجوا فورا الصف ورانا الشباب يا اخوان 10 شباب اللي بيقوا اخوان 10 شباب يا اخوان 10 شباب يا اخوان هنا انا شباب 10 شباب اهو يلا انا شباب يلا شباب كم شاب دلوقتي